السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا مصطفى؟ الحمد لله بخير. عندي كذا سؤال تفضلت والله يجزاك خير. الله يكرمك. السؤال الأول، هل الرسومات الموجودة في التلفزيون الكرتونية محرمة؟ أنت تعرف أن ذوات الأرواح لا تجوز لغير علة ولغير ضرورة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورون. أما الكرتونية التي لا مثيل لها في الحياة، رأس كبيرة جدا على جسم صغير جدا أو العكس ونحو ذلك، لا بأس بذلك خاصة للأطفال. بارك الله فيكم.